السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا حدث اليوم وما فعله الناخب الوطني جمال بالماضي بعد وصوله إلى الجزائر. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن قرر الناخب الوطني جمال بالماضي نقل تربص المنتخب الوطني الجزائري المزعم إجرائه بداية من 4 سبتمبر الجاري بالمركز الوطني بسيدي موسى إلى مدينة طبرقة التونسية. وجاء قرار بالماضي بسبب سوء أرضيات المركز التقني بسيدي موسى التي تراجعت حالتها وتخضع حاليا لصيانة متواصلة لتدارك تدهور حالة العشب فيها. واتخذ جمال بالماضي هذا القرار اليوم الجمعة بحسب بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهذا بعدما وقف على حالة الأرضيات الخاصة بمركز سيدي موسى وهي في حالة كارثية ولا تصلح لإجراء التربص هناك. وأنتم مشاهدينا شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص هذه القضية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.